اهلا، مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم. ايه اللي حصل النهارده يا فندم؟ يعني كان في اختناقات شديده وانقطاع لتيار كهربائي في خط المترو الثاني، ايه اللي حصل النهارده الصبح؟ ايوه فندم، النهارده الصبح الساعه 6:30 محطه محولات شمال القاهره خرجت بره الخدمه. لما خرجت بره الخدمه سقطت لي المحولات اللي هي بتغذي الشبكه بتاع المترو. لا، اثنين محولين، محول المسؤول عن الخط الثاني والمحول الثاني مسؤول عن الاناره وبعض التراكشن في الخط الاول. فطبعا على طول احنا اتاكدنا ان الشبكه بتاعتنا سليمه، اتكلمنا مع الشبكه الموحده اللي بتغذي القاهره الكبرى كلها، واتفقنا معاهم ان احنا هناخد منه، هناخد تغذيه من السبتيه واحد. وفعلا الساعه 7 الا ربع خدنا التغذيه من السبتيه واحد وعشقنا من المحولات. طب ليه ما تمش استحضار هذا البديل، ولا ما كانش عند حضرتك معلومات اصلا ان التيار الكهربائي انقطع فجاه؟ يعني اي بديل ان حضرتك تعمل التحويله دي؟ يعني اذا كان هذا البديل موجود، ليه من الاول ما كانش في انذار ليكوا ان الكهرباء ممكن تنقطع لمده 30 دقيقه وبالتالي تبدا حضرتك تبحث عن بدائل؟ بقول لحضرتك ايه، محطه شمال القاهره بمجرد ما سقطت عندي المحولات. صحيح. في الحاله دي انا لازم اتاكد ان الشبكه سليمه. طول مع الشبكه الموحده بحول على السبتيه، لان احنا واخدين بنتغذى من اربع مصادر، شبرا الخيمه، سبتيه واحد، سبتيه اثنين، الاستاد. فاحنا على طول ما اقدر، التحويل ده بيتم عن طريق الشبكه الموحده مش عن طريق انا. طيب باشمهندس، قد تكون حضرتك شخصيا قلقان زي ما ناس كثيره من اللي بتسمعنا واللي بتركب المترو تكون قلقانه من تكرار هذا الحادث، لان احنا على مدى الايام القليله الماضيه شهدنا انقطاع للكهرباء حتى في المنازل، فاحنا خايفين من تكرار هذه المساله، وبالتالي ده يستدعي ان حضرتك تكون بتفكر. انا بطمن جمهور الركاب بان شبكه المترو بتتغذى من مصادر اربعه. في حاله خروج اي مصدر من المصادر بندخل المصدر الثاني على طول، علاوه على ان الخط الثاني مزود بتسع مصادر بديل دخلوا الخدمه بمجرد فصل التيار عن المحولات، وقدرنا ان احنا القطارات تتحرك برضه، بس كانت بتتحرك بسرعه بسيطه. انا مش عايزه اكون قاسيه على حضرتك لان انا ما عنديش خبره فنيه بازاي الميكانيزم بتاع المترو بيمشي، لكن انا قلقانه من ان 30 دقيقه دي فتره مش قصيره لاحتجاز الناس جوه المترو. مين اللي قال 30 دقيقه؟ الناس اللي قالت كده يا فندم. لا 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 لا، انا بقول لحضرتك اهو، وعندنا على فكره عندنا اجهزه وبنقيس الكلام دون بالطاقم ده. المحطه محولات شبرا الخيمه فصلت الساعه 6:30 و5، الساعه 7 الا ربع كانت داخل المصدر الثاني. 6:30 و5؟ 10 دقائق دول لازم اتاكد ان الكابلات بتاعتي اللي جايه من شبرا الخيمه سليمه. يعني حضرتك مش قلقان، عندك ثلاث مصادر تانية ممكن تستخدمهم بالإضافة للمصدر ده. بالظبط كده. طيب بالزبط. أنا كان فينا صور نشرناها امبارح وموجودة منذ فترة حالة الازدحام الشديد جدا يا باشمهندس في محطات المترو، الحقيقة بقينا أشبه بيوم الحشر، يعني الناس بتعاني معاناة شديدة والصورة واضحة قدام حضرتك دلوقتي في عدد من محطات المترو بتشهد ازدحام شديد. الحل ممكن يكون إيه؟ أنا مع حضرتك، لأني انهيار الكوبري بتاع الشيخ منصور اللي ما بين عزبه النخل والمرج، صحيح، ده سبب لي انا كشركه المترو ازمه كبيره. اصبحت ان انا عندي 16 قطر داخل احواش المرج مش قادر اخرجهم. صحيح. لان تقرير الاستشاري وتقرير شركه المولين العرب قالوا ممنوع اي حاجه تمشي تحت الكوبري. ربنا معاك يا باشمهندس، وانا بس عايز اؤكد ان حضرتك بتؤكد ان هناك اربع مصادر للكهرباء بتغذي محطات المترو، وبالتالي لو لا قدر الله حصل زي النهارده صباحا تعطل في اي مصدر حضرتك بتنقل على المصادر البديله على طول، وده يؤكد ان الموضوع مش هيتم تكراره. طب بس احنا عايزين وعود ايضا لمحاوله، معرفش تقدر حضرتك تعملها ازاي، فك الاختناقات الشديده داخل محطات المترو. انا بقول لحضرتك انا نفسي صعبان عليا الناس اللي هم ركاب المرج والمرج الجديده. اصبحت محطه عزبه النخل بتشهد تحدث رهيب. رهيب، لان التلات محطات دول بيصبوا في محطه عزبه النخل. احنا في محاولات في التشغيل بنشغل السكتين اتجاه حلوان واتجاه للمرج بقطعها توصل لحد عزبه النخل وبعد كده ترجع لحلوان.
طيب يا باشمهندس، المهندس عبد الله فوزي رئيس شركه مترو الانفاق بيطمن حضراتكم ان تكرار اللي حصل النهارده مش هيتم، لانه عنده 4 مصادر للطاقه او للكهرباء بتمول محطات المترو. سريعا، ده حصل 6:30 و5 وفقا لتصريحات رئيس الهيئه، تم الانتقال الى مصدر كهربائي على طول. هو بيقول ان ما عندوش حل في مساله الازدحام، وان هو متعاطف مع حاله الناس، لكن الانهيار اللي حصل في كوبري عزبه النخل ده اصاب حاله المحطات خاصة لركاب المرج بحالة من الشلل الشديد. زي ما قلت لحضراتكم، ناس بتعذب فوق الأرض وناس بتتعذب تحت الأرض. النهاردة كان في